وبالعودة لفيلم إلفيس، فالكثار بانتظار تقييم أداء أوستن باتلر ومعرفة إذا كان بينضم لقائمة النجوم اللي نجحوا بتقديم السير الذاتية، واللي آخرهم كان رامي مالك. فبراعة رامي مالك بتجسيد شخصية فريدي ميركوري بفيلم بوهيميان راسبودي أوصلت لعدد من الجوائز على أدائه، أبرزهم جولدن جلوب، بافتا أورد، أكاديمي أورد وسكرين أكترز جيلد أورد، إضافة إلى عدد من الترشيحات لمهرجانات عالمية. والكثار أيضا أشادوا بأداء روبرت داوني جونيور اللي طل عام 1992 بالكوميدي دراما تشابلن، واللي تناول حياة الكوميدي البريطاني الشهير تشارلي تشابلن. وأيضا كان لإيدي ريدمين بصمة خاصة خلال تأديته شخصية عالم الفيزياء المعروف ستيفن هوكينج في The Theory of Everything. أما أشتون كوتشر فلمع بأداء شخصية ستيف جوبز بالبايوغرافيكال دراما جوبز عام 2013، واللي عرض مراحل حياة ستيف من عام 1974 كطالب بريد كوليج وصولا إلى اختراعه الآيبود اللي أثار ضجة كبيرة حول العالم سنة 2001. Because the people who were crazy enough to think they can change the world. وضمن أحداث فيلم إنفيكتس المقتبس عن كتاب Playing the Enemy، نيلسون مانديلا and the Game That Made a Nation، ظهر مورغان فريمان كنيلسون مانديلا عام 2009 ضمن قصة وثقت أحداث عام 1995 واللي وقعت بجنوب أفريقيا قبل وأثناء كأس العالم للرجبي. وقبلها بأعوام جسد جيمي فوكس بفيلم ري 30 سنة من حياة الفنان ري تشارلز اللي كان من المفترض حضور البريمير، ولكن خطفه الموت بيونيو 2004 قبل أشهر من عرض الفيلم. Ray Charles saw the world in ways no one could imagine. وبعام 2007 ومن خلال فيلم I Am Not There أثار المخرج تود هينز ضجة كبيرة وقت اختار الممثلة كيت بلونشيت لتجسيدها شخصية بوب ديلن، إلى جانب خمس ممثلين آخرين أدوا مراحل عمرية مختلفة لديلن، وبلونشيت قدرت تبرع بتفاصيل الدور وتنال جوائز من فينيس فيلم فاستيفال وغولدن جلوب. وهذه مش أول مرة بتلمع بلونشيت بالبايوغرافيز، فهي سبق وظهرت بذا أفياتور عام 2004 ككاثرين هاببرن، الممثلة الأمريكية الأشهر بتاريخ التلفزيون المسرح والسينما بهوليوود. ومثل كيت بلونشيت نجمات كثار خاضوا تجربة تقديم شخصيات عالمية من خلال السينما أو المسلسلات، وبحلقاتنا القادمة بنستعرض أشهرهم بعد قليل.